إنه النور الذي أضاء آسيا لألف عام، إنه الإسلام. شمس تنير أرضاً امتزجت فيها القوميات والثقافات واللغات والأديان المختلفة بأبهى معانيها، وأحد أهم الأماكن التي تغذي هذه الثقافات المختلفة والذي عاد للحياة مجدداً هو حوض الفولغا. هذه المدينة التي يلتقي فيها نهر الفولغا مع نهر الكاما هي مدينة بولغار، وهي المدينة التي تعرف منذ القدم بأنها بوابة حضارة الأراضي الروسية. في القرن العاشر أعلن الإسلام ديناً رسمياً لأول مرة في عهد دولة البولغار، ومنذ ذلك اليوم باتت ملتقى طرق الإيمان بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب. يعتبر حوض الفولغا منذ مئات الأعوام بوابة تفتح من سيبيريا على الغرب. واليوم أيضاً لم يختلف الوضع كثيراً، فالطالبات القادمات من بعد 4000 كيلومتر تستمعن لتلاوة القرآن وترسمن مسجد أك البديع. هذه المنطقة التي يتكامل فيها الإيمان والثقافة تعتبر تراثاً عالمياً بامتياز. مسجد أك، أي المسجد الأبيض برخامه الأبيض، هو مركز هذا التراث الذي يسطع من جديد. هذا المسجد الذي تم ترميمه يجذب الانتباه بمعماره الاستثنائي الشبيه بمعمار المدارس، وإلى جانب معماره الفريد يتكامل المسجد مع المدينة لأنه يجمع بين الماضي والحاضر. مدينة بولغار المتواجدة بجانب الآثار القديمة هي منطقة ثقافية هامة تشكل مزيجاً بين الأبنية الحديثة والتاريخية القديمة، وأحد أهم الأبنية في المدينة هو هذا المتحف الصغير. هذا المصحف الذي هو أكبر مصحف مطبوع في العالم يعرض في هذا المتحف. هذا المصحف الذي يعرض في قاعة يتم التحكم بحرارتها ويزن 500 كيلوغرام أخذ مكانه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. في هذا المتحف لا يوجد أكبر مصحف مطبوع في العالم فقط، بل توجد أيضاً آثار رحلة الإسلام القديمة إلى روسيا. بعد الاحتلال الروسي عام 1552 بدأت مدينة قازان تبتعد عن هويتها الإسلامية، وفي القرن 19 بدأت قازان تستعيد نفسها لتعود اليوم كما كانت مدينة إسلامية. في الماضي لم يكن أحد يجرؤ أن يتخيل أن يوجد في وسط الكرملين جامع بثماني مآذن، وأن يرفع الأذان ويدعى الناس إلى الصلاة. والآن من يسمعون الأذان يرفع من مآذن المسجد يركضون من أجل الصلاة هنا، حتى من لا يصلي يأتي إلى هنا إذ يجذبه حافز داخلي إلى حرم المسجد. تقوم نساء المسلمين في مدينة بولغار بتجهيزاتهن لإحياء مناسبة يعود تاريخها لألف عام. هذه التجهيزات الكبيرة من أجل الإفطار في أيام رمضان. في وقت الإفطار ستتواجد على المائدة مأكولات خاصة من المطبخ التتاري، وبعد الانتهاء من التجهيزات
تلتقي هذه المأكولات والتقاليد التركية والإسلامية في مائدة واحدة. يعتبر مسلمو روسيا شهر رمضان المبارك، وكما تعتبره سائر الدول الإسلامية، شهر الصيام والصبر والعبادة. وقد كان للنسوة المسلمات الدور الأكبر في نقل هذه العبادات والتقاليد من جيل إلى آخر، فهن يحافظن من جهة على ترابط عائلاتهن بالإيمان والتقاليد الإسلامية، ويعملن من جهة أخرى على تطوير الحياة الاجتماعية. اتحاد نساء قازان المسلمات هو إحدى أهم الجمعيات التي تخدم هذا الهدف في روسيا. ومأدبة الإفطار الجماعي في الجمعية التي تقوم بنشاطاتها الاجتماعية تحمل أهمية كبيرة لتأمين الوحدة بين المسلمات. لقد نالت فكرتنا هذه إعجاب جميع النساء على اختلاف أديانهن، فكل نساء روسيا أعجبن بعملنا. هدفنا في الجمعية ألا تبقى النساء وحيدات، فنحن نحب أن نقدم المساعدة للجميع لبناء عائلات متماسكة ومتينة. برنامج الإفطار الجماعي يجذب الانتباه باعتباره يظهر نمط حياة مسلمات روسيا في هذا العصر الذي يتم فيه تحويل النساء إلى سلع. تتجلى لباقة النساء المسلمات أولاً في ملبسها وزيها. الحجاب أي التستر له مكانة خاصة لدى النساء المسلمات في روسيا، ويتم الحديث عن تفاصيل هذا الموضوع قبل الإفطار. وبالتالي يعتبر اتحاد النساء المسلمات مركزاً تعليمياً بالنسبة للأجيال الجديدة. صديقاتي الجدد فتيات محجبات، أي يحترمن ثقافتهن، أشعر أني أعيش في ظروف جديدة وملونة وبنمط حياة محترم. صديقاتي متعلمات ويقدمن الفائدة لمن حولهن، وبعد أن تعرفت عليهن فهمت أن الإنسان يستطيع أن يعيش حياة اجتماعية فعالة وإن كان محافظاً ومتديناً. إلى جانب تعليم طرق ربط الخمار والحجاب، تتضمن الفعاليات عرضاً للأزياء يتم فيه تعليم المسلمات الأشكال التي يكون عليها الزي الإسلامي. فالمزج بين المنقوشات التركية المتوارثة منذ مئات السنين والمنقوشات الإسلامية يظهر ثقافة عميقة تؤثر على الحياة اليومية لمسلمات روسيا. والذين طوروا هذه الثقافة هن النساء بالتأكيد. غابت الشمس وآن أوان رفع أذان المغرب، وتوقفت المسلمات عن الصيام. ومع وجبة الإفطار تنتهي فعاليات المساء الزاهية التي جمعت بين المسلمات في حياة اجتماعية جميلة. قبل وقت قليل مضى كان مسلمو روسيا يعيشون بصعوبة في هذه الدولة التي كانت العيون تنظر إليهم فيها بناءً على الأحكام المسبقة، لكن في الأيام الأخيرة يلاحظ تراجع هذه الأحكام المسبقة إلى حد كبير وإعادة بناء الثقافة الإسلامية. هذا التغيير الذي أخذ قالباً مؤسساتياً كان نتيجة جهود الجمعية التي تأسست عام 2006 لدعم التعليم الديني والثقافة الإسلامية.
هدف الجمعية هو تأمين التعاون والمساعدة بين الدولة والمسلمين ومعتنقي الأديان الأخرى في روسيا. تشير الأعمال التي أنجزت مؤخراً إلى تدارك هذا النقص، لا سيما فيما يتعلق بالقرآن الكريم، وخير مثال على ذلك تلاوة القرآن الكريم دائماً على مسامع الزائرين في المسجد والمركز. وبهذه الطريقة يتم إيصال أوامر القرآن الكريم على أوسع نطاق. شهر رمضان المبارك، وكما هو في دول العالم الإسلامي، خلق في روسيا أيضاً حركة ونشاطاً بالعبادات التي تؤدى بإخلاص وبالتسليم الكامل لله وبصدق مسلمي روسيا. يشعر الناس من بقية الأديان بجاذبية هذا الشهر، وأوضح مثال على هذه الجاذبية تجربة علي بولسين المتخصص في العلوم الدينية والمسؤول عن كتابة القوانين الدينية في فترة ما بعد السوفيتية. كان رجل دين مسيحي رفيع المستوى في أيام الاتحاد السوفيتي، بل في الفترة التي منع فيها الحديث عن الدين ونشر تعاليمه. ورغم كونه رجل دين مسيحي، غير مجرى حياته واختار الإسلام. في طفولتي لم أسمع شيئاً جيداً أو سيئاً عن الدين، لم أكن أعلم شيئاً عن الدين، لكن الله وهبني إيماناً فآمنت بالله الخالق، عرفت بوجود خالق، لكن من هو؟ ما اسمه؟ لم أعلم ماذا يفعل، ولكنني آمنت بوجوده. في بداية التسعينيات وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، اتجهت روسيا نحو منعطف مهم، فحين منعت الشيوعية الأمور الدينية توجب على روسيا الجديدة تنظيم البنى الدينية وفق قوانين جديدة. فكان هذا الوضع بمثابة ملء الفراغ في نظر الذين يريدون أن يمارسوا تعاليم دينهم، ولهذا قرر البرلمان الروسي إنشاء لجنة حرية الوجدان. كان هدفي من خلال عملي أن أغير القوانين الدينية المجحفة التي وضعت أيام الاتحاد السوفيتي وأرفع الحظر الموضوع سابقاً، وقد نجحت في ذلك. عندما بدأ التعارف بين مجموعات من الأديان المختلفة، كان الاتحاد السوفيتي يعيش آخر أيامه. حينها ذهب علي بولسين إلى الجمهوريات التركية في آسيا الوسطى بصفته راهباً، وهناك كان لقاؤه الأول بالمسلمين، واستطاع أن يتفاهم مع المسلمين أكثر من تفاهمه مع المسيحيين. في تلك الأثناء كان قد مضى عام ونصف العام على عملي كرئيس للكنيسة، ولأول مرة في حياتي سنحت لي الفرصة للتعرف المباشر على المسلمين الحقيقيين، وأدركت حينها أن علاقتي مع المسلمين أفضل من علاقتي مع المسيحيين، كنا نتفاهم بشكل أفضل. في تلك الأعوام لم يكن بالإمكان البحث عن معلومات عن الأديان إلا في دروس الفلسفة، والإسلام كان الدين الأقل حظاً من حيث الدراسة والبحث. كانت فترة تشهد حديثاً حركة ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الروسية. في تلك الأيام بدأ يظهر القرآن الكريم مترجماً إلى اللغة الروسية، فبدأت أتصفحه وأقرأه، واطلعت على تفسير القرآن، وفهمت أن القرآن خاتم الكتب السماوية وأنه كتاب الله، فآمنت به. التغيير الجذري في نظرة الدولة الروسية للإسلام ربما يكون السبب الرئيسي في تزايد أعداد المسلمين. موسكو في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي بدأت تنظر للمواطنين المسلمين نظرة مختلفة عن نظرة الشيوعية المعادية للإسلام،
حتى أنها حاولت توظيف الإسلام مادة في سياساتها الخارجية. يحتل الإسلام موقعاً هاماً في روسيا داخلياً وخارجياً. الأناشيد الدينية التي تنشد في جامع الإخلاص في أوفا والذي يبعد عن موسكو نحو 1400 كيلومتر يمكن أن يعتبر انعكاساً لهذا الوضع. مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا يا مرحبا، مرحبا جد الحسيني، مرحبا مرحبا يا مرحبا، يا حبيبي مرحبا مرحبا يا مرحبا، يا محاشرين واجتماعي مرحبا مرحبا يا مرحبا. فرحة قدوم شهر رمضان وبركته تجمع مسلمي روسيا على اختلاف مواقعهم، وتزداد زيارة المساجد وبقية المراكز الدينية. هذه الزيارات وكما هي في مسجد الإخلاص تلون بالأناشيد، أما في مسجد تنجليك فتقام الضيافة القرآنية. الضيافة القرآنية في المجتمع الإسلامي تحمل معان أكبر من كونها عبادة، فهي ثقافة تربط الناس بأواصر المحبة، وهي تعليم يربط العصور ببعضها. كما أن نزول القرآن الكريم في هذا الشهر يأتي في مقدمة الأسباب التي تجعل هذا الشهر الفضيل قيماً، فالقرآن الكريم هو أهم مصدر في الإسلام، ولذلك يقوم مسلمو روسيا بإحياء الحضارة الإسلامية والعمل على بعثها مجدداً، ويتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله. نحن سعداء لأن لدينا القرآن الذي يساعدنا على فهم أنفسنا ويساعدنا في الخروج من المتاعب والصعوبات. أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. هنا التلاوات القرآنية ترتفع إلى السماء في ليلة رمضانية منيرة مع أصوات الأناشيد الدينية في الفولغا. في مسجد تنجليك الشريف ومع الأنوار التي تنير قببه ومآذينه العالية ترتفع أصوات الدعاء والتلاوات في ليلة خير من ألف شهر، ويملأ مسلمو روسيا المساجد راجين نيل ثواب ليلة القدر. الأيام الماضية، أي الأيام التي كان فيها الدين محظوراً، كانت أياماً صعبة تفوق الوصف. الحمد لله أننا نعيش اليوم بحرية ونستطيع أن نصوم ونتلقى الدروس الدينية ونقدمها للآخرين بأريحية. المسلمون في قازان في ليلة القدر يقفون لأداء صلاة التراويح في مسجد تنجليك. كلهم يدعون الله ويسجدون لله مع ملايين المسلمين حول العالم. يصلون صلاة التراويح ويختمون القرآن. ففي كل ليلة من رمضان يقرؤون جزءاً من القرآن الكريم في صلاة التراويح. بينهم زبورا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غم.
مؤامرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. ومع دعاء ختم القرآن في نهاية رمضان تكسب الجماعة ثواب ختم القرآن الكريم. بعد أن يصلي مسلمو قازان التراويح يصلون صلاة التسابيح في ليلة القدر، وهذه الصلاة 4 ركعات، في كل ركعة يسبحون الله 75 مرة تعظيماً لجلال الحق. قالوا لي سوف نزجك في السجن لأنك تعيشين على الطريقة الإسلامية وتتعلمين وتعلمين الدين، فقلت لهم سأعلم الناس هناك الدين أيضاً، سجونكم لا تخيفني. الأدعية والأناشيد والابتهالات والصلوات تنير سماء روسيا في ليلة القدر. وهكذا أمضى مسلمو روسيا الشهر المبارك في صيام وتلاوة للقرآن الكريم ودفع للزكاة والصدقات على المحتاجين. لقد كانت صلاة العيد محظورة، لكننا كنا نصلي في الحقول أو الحظائر أو في المنازل. الحمد لله أن أجدادنا تمسكوا بالدين، فليرحمهم الله وليغفر لهم. لا يوجد صباح في حياة المسلم أسعد من صباح يوم العيد، ولا يوجد يوم ينير حياة المسلم فرحة كيوم العيد. فالمسلمون الذين يتجهون نحو القبلة ذاتها ويؤمنون بالله الأحد الصمد يتشاركون فرحة العيد في هذا اليوم المبارك. مسجد قول شريف مليء بالمسلمين الذين أتوا من أجل صلاة العيد. هذا أسعد يوم في حياة من انتصر بالجهاد الأكبر، أي في حياة من انتصر في جهاد النفس. صلاة العيد التي تصلى كتفا بكتف هي حياة جديدة في نظر مسلمي روسيا بعد تلك الأيام المظلمة التي مروا بها. كنا نحاول أن نعيش الإسلام سراً، عندما نصلي كنا نغلق الستائر، وفي أيام الصيام كنا نتسحر دون أن نشعل الضوء، كنا نخفي طريقة عيشنا الدينية. أيام الأعياد بالنسبة للعالم الإسلامي أيام الفرحة والوحدة والتضامن، ومراسم التهنئة بالعيد التي تنظم بعد الصلاة هي أفضل مثال على هذه المعاني. في روسيا التي كانت قبل 25 عاماً تغلق فيها المساجد وتمارس العبادات في الخفاء خوفاً من العقوبة، يعيش فيها المسلمون العيد اليوم في أجواء مختلفة تماماً. الحمد لله أن أدعيتنا استجيبت وأمنياتنا تحققت. أمهاتنا وأجدادنا كانوا يعرفون كيف يدعون الله. لقد دعوا الله فعاد ديننا إلينا من جديد، وهذا بفضل دعائهم. العادات الإسلامية والتركية، القرآن والصلاة والصيام وأشياء أخرى كثيرة وصلت إلى مسلمي روسيا اليوم متخطية العهد الشيوعي بفضل وحدة العائلات المسلمة. في يوم العيد أيضاً تعيش العائلات نفس الوحدة والتضامن.